ايه اللي بيحصل؟ العقرب عايز ايه الفترة دي؟ عايز قوة، محتاج قوة انتصار، حاسس ان هو في ما تفهمش، في تشالنج، في امتحان، في حاجة، عايز قوة علشان يكسب معركة ما، بس المعركة دي مش مع الشريك. نو no. نفسه في ايه؟ نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه، لان هو متوقع المساعدة منه، ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو فيه ده، هو بس، فهو محتاج مساعدة الشخص ده. شايف شريكه ازاي؟ The sun، الصحة، الفرح، الاحتفال، النجاح، الحب، الشمس، يعني كل حاجة، اعلى طاقة، اكبر طاقة، يعني حب جميل الصراحة. الطاقة بقى ما بينكم فيها ايه؟ Ace of Wands. رزق من عند ربنا، حاجة يعني طاقة برضو حلوة جدا، طاقة خير، طاقة حب، يعني طاقة صراحة حلوة قوي. الشريك عايز ايه؟ الشريك برضو شكله منهك، تعبان من حاجات معينة، برضو خارج العلاقة، واضح انها خارج العلاقة، ومحتاج محتاج تحفيز، محتاج يتحفز، لان الكارت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر، بس محتاج تحفيز. نفسه الحالة المادية بتاعته تتحسن، ده هو ده اللي شاغل تفكيره دلوقتي. شايفك ازاي؟ شايفك عندك مثقل بالمشاكل ومثقل بالعقبات. كويس ان هو شايف ده، يا رب يكون مقدره، يعني اتمنى يكون مقدره. في حالة دفاع عن النفس الفترة دي، فواضح ان في حد في حرب، او انتوا الاتنين في حرب يا عقرب، في حالة دفاع عن النفس، او حالة منافسة شديدة، لكن مشاعر حلوة برضو، مولود جديد، ده برضو بيجي الناس المتجوزين، ممكن يكون مولود جديد، وممكن تكون مشاعر هتقوى اكتر، وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتوا الاتنين. طيب، واضح ان كل العصيان اللي انا شايفاها دي كلها من بره، كلها من بره، كل اللي انتوا محتاجينه انتوا تساندوا بعض. يمكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند، يا عقرب، اللي محتاجه يسندك هو شريكك، و اعتقد ان هو فاهم، هو شايف متاعبك، شايفها، هو شايفك كده مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض، فان شاء الله هيساعدك وهيمد ايد المساعده ليك. الطاقه زي ما قلت لكم، الطاقه تحفه، ايس اوف وانز، طاقه ابداع، بتبدعوا ازاي تسعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. القرايه برضو حلوه قوي، دي الحاله العاطفيه للمجموعه الثانيه. اوكي، عادي جدا يا سهام، ممكن جدا بإذن الله يا علا، فعلا كويس يا منال، حاضر يا سيف. الضحكة دي مفهومة طبعا، مفهومة مش كده؟ يلا ايه اذا ممكن ابو ياقوت، ايه سؤالك؟ إيه؟ انت مديني تاريخ، إيه اعمل ايه؟ الدلو اتقال يا باسو، موجود في الصفحة حبيبتي، ده خالص وكتير بجد، برجي بس بحب تاني يا حبيبتي يا مارو، ميرسي، انتي العسلية والله. العرب هيكسب قضية ولا لا؟ ايوه، اللي بتسأل السؤال ده، انا شفت انتصار، شفت تهنئة، وشفت حاجات حلوة جدا، ان شاء الله هيكسب. نسمع كلام حلو بقى ان شاء الله يا دينا، انت التالتة، المجموعة التالتة حالا حبيبتي. اوكي، ماجدة، خلينا نسأل these kind of questions for one card draw at the end of the reading. العفو يا ريهام، على ايه حبيبتي؟ right. ناخد بقى المجموعة الثالثة والأخيرة، برج العقرب. بتبتدي من 10 لحد 21، لحد 20 يناير، من 10 ل 20 يناير بإذن الله يا شمس، إن شاء الله ربنا يبشركم بالخير كله يا رب.
اوكي انا برج الجدي بس بحب اتفرج عليكي. ميرسي يا هبوب. طبعا خلاص، لا انا الاسم عندي مش باين انت ولد ولا بنت. هبوب لولي، افتكر انت بنوته. انا عرفتك خلاص من اللايف اللي فات. اوكي ميرسي يا مجوده. المجموعه الثالثه والاخيره برج العقرب، الحاله العاطفيه، قصدي الحالة العامة، الحالة العامة. اوكي right. ايه كل الكوينز دي؟ طيب بص يا عقرب، ومش عايزاكم تخافوا، لان يعني هقول لكم حاجة وهفرحكم بعدها على طول. في خسارة هنا، او يا حبذا تكون خساره ماديه، علشان في حاجه حلوه جايه بعدها. الهم طبعا والزعل بتاع الخساره، يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل ده، عشان ان شاء الله في تطور مادي حلو جدا جاي لك. ال Nine of Pentacles، حاله امان وسكيورتي من الناحيه الماديه، وحاله تطور كويس جدا. وخدوا دي كمان بقى، King of Pentacles كمان، الاثنين تطور مادي اكتر، وبيوصفك انت شخص كريم، وانت فعلا كريم جدا يا عرب. وهتساعد ناس حواليك، والدنيا عندك كويسه قوي قوي. كبرياء وعزه نفس وحساس. انا بقى ازود بقى كارت حساس، حساس جدا. وعندك ثقه طبعا في نفسك، يعني يا رب تكون في محلها. بس انت عندكم ثقه في نفسكم جامده جدا فعلا، وتطلع للامام، وحاجه حاجه حلوه قوي قوي. هتحتار قبل لما الحالة المادية تتحسن، ما تحيرش نفسك كتير، ان شاء الله الدنيا هتظبط والحالة المادية هتتحسن. الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي؟ هتبقى باصص كده اعوضها ازاي؟ ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة وهتتعوض بسرعة، يعني فوق ما ممكن تتخيل ان شاء الله. في هنا ارتباط، في لو انتوا اتنين لسه في مرحلة تعارف، ان شاء الله هيحصل خطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل. اللي لو اللي متجوزين ومرتبطين اوريدي برضو بيتفقوا على حاجه نحو المستقبل، بيرتبوا لمستقبلهم، نسافر ما نسافرش، وشكل فيه سفر. نايت اوف وانز، سفر، تغيير مكان، تغيير بيت، بتعملوا حاجه، شغالين على حاجه. الحاله العاطفيه، او انا شايفه ان دي كوبايات، فالحاله العاطفيه عندك انت حاسس بالرضا يا عقرب، مبسوط مش متضايق، الحمد لله، وبتقول الحمد لله، حاجه حلوه جدا جدا. الكارت ده بيطلع لك دايما يا عقرب، وبيفضل يتكرر. الكارت ده بيدل على انك انت بتتحمس قوي في البدايات، في بدايه اي شيء جديد متحمس جدا، وبعد كده بتفقد حماسك، تزهق. لا معلش، حاول تكمل الحاجه اللي انت بتبتديها. وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك، ناس قريبين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة. The Star ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم، بغض النظر طبعا عن الحيرة، هو كمان بيشير للحيرة، بس كمان انا كمان بقى بيوحي لي ان هو بيوحي بالديستراكشن، ان انت you're distracted، مش مركز بالحاجة المهمة، وباصص على حاجه صغيره جدا عمال باذل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز يعني توفر طاقتك للحاجات المهمه. اتفقنا؟ هلخص القراءه، في هنا ارتباط، الناس اللي لسه ما ارتبطوش في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجه مع بعض، قاعدين از كابل كده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خساره جايه بس ما تخافش منها، واتمنى تكون حصلت ووقعت اوريدي، لان في تحسن مادي جامد قوي بعدها ان شاء الله، وهتتحسن اكتر كمان، يعني التحسن هيكون على مرحلتين مش مرحله واحده. في سفر ان شاء الله، او تغيير بيت، تغيير مكان. الحمد لله الحاله العاطفيه عندك كويسه، مستقره، ما فيهاش مشاكل. نكمل، ما نزهقش على طول اول لما نبتدي الحاجه ونتحمس كده، لا كمل. ونخلي بالنا من الصورة الأكبر، خلي بالك من الصورة الأكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية، ما تحيرش نفسك قوي، إن شاء الله هي هتتظبط لوحدها، هتتظبط لوحدها خالص.
دي المرحلة الثالثة، القراءة العامة بتاعتها. تعال نشوف الحالة العاطفية. 19 نوفمبر حبيبي، ده الثالثة اللي احنا فيها دلوقتي. انا ثالثة وتنطبق الأولى، مفيش مشكلة يا نهى، تمشي مع الأولى، امشي مع القراءة تنطبق عليك، لأن مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة، يعني من أسبوع لأسبوع لأسبوع، مش قصة. فممكن لو قراءة المجموعة الأولى انطبقت عليكي أكتر امشي معاها. What about love؟ عمر، هنبتدي حالا قراءة الحالة العاطفية للمجموعة الثالثة. القوس اتقال يا منى، موجود في الصفحة حبيبتي، شوفيه مسجل. يعني ايه شو يعني قرايتي؟ انت عايزه تعرفي برجك ولا عايزه ايه بالظبط؟ 27/10 ده 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 ده. انت مجموعه اولى حبيبتي. القوس اتقال موجود، الله ينور، بشكرك يا حسن الشيخ، بشكرك. طيب اوكي، فاطمه بتعيطي ليه؟ عايزه ايه يا حبيبتي؟ اوكي، can you please check what pierces camellia you mean pisces you mean pisces. لو قصدك على برج الحوت pisces it's in the page you will find it recorded in the videos. انا مش فاهمه حاجه ليه يا ميرا، قولي لي حبيبتي افهمك ايه اللي انت مش فاهمه، انا فاهمه لك حالا. مش فاهمه المجموعات ولا مش فاهمه الموضوع ككل؟ اوكي طيب، لغايه معاكي ولا ايه؟ ولا هترد على كل اسئلتك ما تقلقيش. ايه دليل الورق ده؟ انا مش فاهم ازاي بتعرفي وايه الفكره. طيب بصي يا فؤاد، هو ده موضوع يعني طويل قوي ومتشعب جدا. الكروت دي من قديم الازل، يعني موجوده من زمان جدا، استعملها اليهود في الاول زمان خالص، بعد كده اخذوها الكنيسه، المسيحيين استعملوها، وليها مدارس بتتدرس. يعني الكروت دي متقسمة قراياتها لثلاث أجزاء، أنا هحاول أقول باختصار. جزء فيه علم نفس، وفي جزء ليه علاقة بالفلك، وفي جزء ليه علاقة بالطاقة، بس الجزء الأكتر هو اللي ليه علاقة بالطاقة. الموضوع طبعا بيجي بالتدريب وبالتمرين، بتذاكر الكروت دي كويس جدا، طبعا في نسبة حظ غير طبيعية وقابل لصواب الخطأ، مفيش كلام في الموضوع ده. لكن على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عند كل قارئ، في ناس القراءات بتاعته بتظبط وفي حد لا. لحد دلوقتي معايا أنا بتظبط، فمعناه إن أنا القراءة عندي واضحة، الطاقة بشوفها واضحة. كل كارت بيبقى ليه معنى، إحنا لازم بنحفظ الأول حاجة في الأول كمبتدئين، بنحفظ معاني الكروت، بعد كده إحنا بنبتدي نشوف كل كارت رسالته إيه ونبتدي نقولها. بس أدي كل الموضوع، واسمها طبعا كروت التارو ومعروفة من زمان جدا. كتير رايح انام ليه كده يا رانا؟ حد ينام دلوقتي يا بنتي لسه بدري. دلو اهلا بيكي يا صاحبه السعاده، نورتي اللايف. برج الدلو اتقال خلاص، موجود في الصفحه، احنا خلاص اخر الشهر فقلت كل الابراج، الدلو موجود، فاضل لي بس العذراء، هيتقال بعد بكره، هتلاقيه مسجل، ادخلي اسمعيه واتمنى يعجبك. طيب الحاله العاطفيه للمجموعه الثالثه والاخيره، برج العقرب.